يا الله، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، ليلا مع نهارا نلعن بقاتليها، بذكر الصلاة على حبيبي محمد وعلى آل بيت محمد. أخوتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي شخص يتكلم وياكم بالصفحات أو خال صورتي، أو بالأخص على النظام على برنامج الفيسبوك، فأنا غير مسؤول عليها. هواي عالم جاي يسوون صفحات باسمي ويخلون صورتي ونشرون فيديوهاتي، إن شاء الله جزاهم عند فاطمة الزهراء، عند الله ورسوله وآل بيت رسول الله. بس اللي أكو ناس جاي تستغل العالم أو ينشرون منشورات يعني كلام مو إلي، فأنا تواصلي فقط على نظام الواتساب. سأل الله أن يحفظكم إن شاء الله ويشفيكم شرهم. وأريد من محبين مولاة الزهراء، بالأخص من خدام الزهراء، أي صفحة تشوفوها خالين صورتي الشخصية تبلغون عليها إكراما لمولاة الزهراء. السلام عليكم ورحمة الله.